مع تلويح واشنطن بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية في آخر أيام ترامب في البيت الأبيض. تلعب المملكة العربية السعودية كل أوراقها للخروج من حقل الألغام اليمني بأقل الأضرار. تقارير مسربة أشارت إلى أن صناع القرار في الرياض أبلغوا جماعة الحوثي في اليمن باستعداد السعودية للتوقيع على اقتراح للأمم المتحدة عنوانه الرئيس وقف إطلاق النار، مقابل موافقة جماعة الحوثي على إقامة منطقة عازلة على طول الحدود المملكة. أراضي السعودية التي أصبحت في مرمى نيران قذائف الحوثي وصواريخه بالتوازي مع إخفاق قوات التحالف العربي في حسم الأمور ميدانيا، عوامل شكلت انتكاسة لورقة طريق السعودية وحلفائها في اليمن. وتدعو المجتمع. معطى آخر يبدو أنه أحدث حالة طوارئ في القصر الملكي السعودي. الوافد الجديد على البيت الأبيض جو بايدن تعهد بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تعد أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط. فرض حظر أمريكي على مبيعات الأسلحة للرياض خطوة على رأس أولويات إدارة بايدن للضغط على السعودية وإنهاء الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم. تناور السعودية في الوقت بدل الضائع لكسب الوقت والخروج من المستنقع اليمني قبل استلام جو بايدن مقاليد الحكم رسميا. توجه واشنطن نحو إدراج الحوثيين في القائمة السوداء للإرهاب للضغط على إيران خطوة قد تنسف كل جهود السلام وفق مراقبين. رفض أممي ودولي لخيار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ومخاوف تتزايد في اليمن البلد الذي أنهكته الحرب سنوات طويلة.